يتساءل الكثير من الناس هل يجب الإفطار عند الإصابة بمرض كورونا المستجد؟ سأحاول أن أقدم رأيا طبيا وفقهيا في هذه المسألة. في البداية يجب أن أنبه إلى أن كل من كان مريضا بمرض مزمن يستدعي يعني الإفطار قبل أن يظهر في المغرب سياق هذا الوباء، وكل من كان مريضا واستفتى قلبه وأفتاه قلبه بأنه لا يستطيع الصيام لسبب صحي بطبيعة الحال يمكنه أن يفطر، مع الانتباه إلى أن ليست كل الأمراض وليست كل الحالات الصحية تدعو للإفطار. يبقى أنه في حالة ما إذا صادف رمضان إصابة شخص ما بمرض كورونا المستجد، هنا يجب أن نتذكر أن مرض كورونا فيه عدة أعراض شديدة الوطأة على جسم الإنسان كالسعال، كضيق التنفس، وخصوصا الحمى الشديدة، وانخفاض مستوى المناعة لدى هذا الشخص. هؤلاء الأشخاص المصابون والذين يخضعون للعلاج هم مطالبون بالإفطار لحين تجاوز هذه المرحلة الحرجة، سواء خلال مرحلة العلاج أو خلال مرحلة النقاهة حسب ما سوف يحدده لهم الطبيب. بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذين هم رهن الحجر الصحي والذين هم يخافون من الوقوع في المرض كما هو الأمر بالنسبة لجميع سكان هذه الأرض، هؤلاء يجب أن نذكرهم أنهم ليسوا بمرضى، وأن مرض كورونا هو مجرد احتمال، وأن مسألة إصابتهم بهذا المرض فهي مسألة غيبية، وبالتالي يتعين لهم أن يعقدوا نية الصوم وأن يؤدوا هذه الفريضة، فهي مناسبة للتقرب أيضا إلى الله والتضرع إليه بأن يرفع عنا وعن البشرية هذا الوباء. ما تنسوش تابوناو فلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.